أنا لم أعد أحتمل بعض يوسف عني، أفضل أن يبقى هنا على مقربة مني. فائقة، أنت تعرفين جيدا أن يوسف ليس طفلا عاديا. يا ذئاب كنعان، أنا أناديك، أنا أناديك، هل تسمعينني؟ لما أنت ساكتة؟ أي مهلكة أوردتم فيها أخاكم يوسف؟ اعترفوا بما صنعتموه بيوسف قبل أن يفوت الأوان، لا زالت الفرصة سانحة. إن الله لا يفتح باب التوبة لأي كان، لا سيما لأولئك الذين قلوبهم كالحجارة. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق.